وأنت تقرأ القرآن الكريم لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك أن المتكلم بهذا القرآن هو الله، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. وما المقصود؟ ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في الأمثال. حينما تقرأ كتاباً من كتب العلم أو قصة من القصص في مجال الأدب، فقد يحصل أن يغيب المؤلف عن ذهنك، ما تبقاش تشعر بأن المؤلف فلاني ألف هذا الكتاب، وتبقى مع الحقائق وكذا وكذا الأخير. إذا غاب هذا الأمر في حقيقة الأمر فكثير من الحقائق تضيع، لأن ربط النص بصاحبه مهم وضروري، على عكس ما يقول بعض المحدثين الجهلة والمغرضين أيضا. لا بد أي نص مقدسا كان أو غير مقدس لفهمه حقيقة الفهم لا بد من ربطه بصاحبه من أنتجه إن كان بشرا، فذلك النص محكوم إذن بظروف ذلك الإنسان التاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية والإيديولوجية كما يعبرون. وإذا كان المتكلم هو الله جل وعلا وأنت تقرأ هذا القرآن الكريم، فكيف لا تربط النص بصاحبه كما يريدون أن يفعلون اليوم، أن يفعلوا اليوم في بعض الدوائر الحداثية؟ لابد، النص مقدس، النص كلام رباني، لابد وأن تجد من الوجد والإحساس، لابد وأن تجد بأن المتكلم بهذا القرآن هو الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى حاضر وبقوة في كتابه، غير غائب سبحانه وتعالى أبدا، لأنه يتحدث عن ذاته وصفاته من أول صورة إلى آخر صورة. ولذلك قلت في سابق الإشارة في بداية الكلام، القرآن يمكنك أن تقول بأنه كتاب التعريف بالله بامتياز. من أراد أن يعرف الله حق المعرفة فعليه بتدبر القرآن وبتلاوة هذا القرآن، لأن الله جل وعلا أرسل إلينا كتابا يعرفه بنفسه سبحانه، وخير معرف بالله الله، لن تجد هنالك تعريفا بالله أفضل مما عرف الله به نفسه، لأنه سبحانه هو أعلم بنفسه ذاتا وصفات، ولا أحد من البشر قادر على الإحاطة بشيء من ذلك إلا بإذن الله، أي إلا بتعليم الله إياه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، ولكن بما أوحى الله إليه، بما أوحى الله إليه. ونحن بشر المسلمون خاصة تبع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقد علمنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعرف الله من خلال كتابه، وأن نتعرف إليه من خلال قرآنه المنزل على عبده عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت أول سورة نزلت سورة العلق، كانت أول سورة نزلت سورة العلق، هذه كانت، هذا الخبر هو اللي جاي، كانت آياتها تعريفاً بالله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بغار حراء حائر، ووجدك ضالاً فهدى، حائر في أمر الملك والملكوت، يحتاج إلى من يعرفه بألغاز هذا الكون وهذا الإنسان وهذه الخلائق، فجاء التعريف لا بالكون من حيث هو كون، ولكن بالكون من حيث هو مخلوق لخالق. وهذا الشيء العجيب، اقرأ بس أول شيء قبل أن تفكر في الكون وقبل أن تحيط بأي شيء، باسم ربك الذي خلق. يعني هذه الألغاز اللي محناك هي أصلاً تتعلق بخالق رب، ربك أنت. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان وجعله يفصل في شكل الخلق وأنواعه، وأهم رموزه الذي هو الإنسان، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذن يعني هذه الآيات التي نزلت تترى في البداية نزلت تعريفا بالله جل وعلا لرسوله وللإنسانية جمعا، لكل من أقبل على هذا القرآن يريد أن يعرف ما القرآن. القرآن تعريف بالله جل وعلا، وهذا أمر مهم جدا. والله سبحانه وتعالى حينما عرفنا بنفسه، عرفنا بنفسه على أنه رب سبحانه، رب، لأن الرب في العربية هو المالك، مرشي هو المالك، والمالك على الحقيقة الذي يملك الشيء إنما هو الذي برأه وصنعه، وكل ملك دون الصنع ليس ملكا حقيقيا وإنما هو انتقال أو مجاز. يعني لو أنك مثلا اشتريت سيارة أو اكتريتها فلست في حقيقة الأمر المالك الحقيقي لها، وإنما المالك الحقيقي لهذه السيارة المصنع
الذي انتجها، ولذلك وهي عندك تحمل ماركتها المسجلة أي علامتها الأصلية، ولا تسمى باسمك أنت، وإنما تسمى باسم الذي صنعها، وأنت مالكها اشتراء وشراء أو كراء أو إجارة. فالملكية الحقيقية الحقيقية على مستوى الطبيعة إنما هي ملكية البرء والخلق والإنشاء والتكوين، ولا خالق على الحقيقة غير الله جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى خلق، خلق، وبما أنه خلق ملك، لأن اللي خلق شي حاجة اللي صنع شي حاجة راه ديالو، له أن يتصرف فيها، هو الذي يملكها، هو الذي أوجدها، وله أن يعدمها إذا شاء. فهو سبحانه وتعالى خلق الكون، كل الكون، وبما خلق ملك، ملك سبحانه وتعالى هو المالك، ولذلك كان ربا، الرب أي المالك الحقيقي المسيطر على كل شيء جل وعلا. ولهذا نقرأ في الفاتحة التي تفتح القرآن، تفتح القرآن الحمد لله من، هذا المعنى الحمد لله ربي العالمين، يصف نفسه، ينعت نفسه سبحانه وتعالى الذي هو الله، لاسم العالم، لاسم العالم لله جل وعلا، أخص خصائصه الربوبية، ربي، ربي العالمين، كل العالمين. ويختم القرآن بالعبارة نفسها قل أعوذ برب الناس، وتجد هذا المعنى في كل مجالات القرآن. وكلما أمرنا الله جل وعلا بشيء إلا وأمرنا بهذا الحق، حق كونه ربا الذي نسميه بحق الخالقية، لأنه خلق له الحق في أن يعبد، لأنه خلق له الحق في أن يعبد، وما عبد إلا بما هو خلق جل وعلا. وقرأ إن شئت كل القرآن تجد هذا متواترا، كلما أمر الحق سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع له إلا وذكر العبد الإنسان بأنه مخلوق وبأنه عليه أن يؤدي حق الخالقية لله جل وعلا. والآية المشهورة المتداولة بين الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت لأنني خلقت فينبغي أن يعبد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فهذا المعنى متواتر، ما أمرنا الله بأمر تكليفي إلا بوصف كونه خالقا أي ربا مالكا سبحانه وتعالى. فحقيقة الأمر يعني كثير من الناس يعني يحاول أن يصنف القرآن وأن يجد هنالك آيات للتشريع وآيات للقصص وآيات للعقائد، أبدا هذا لا يستقيم، وإنما القصد منه تيسير التعليم على الناس لا أقل ولا أكثر. أما في الحقيقة الأمر كل، الأمر كل أي أن القرآن كل لا يتجزأ، ومن جزأ القرآن لن يفهمه ولن يصل إلى غايته ومقاصده. يجب أن تجد العقائد في القصص، ويجب أن تجد التشريع في العقائد، ويجب أن تجد التعريف بالله في الأحكام من الحلال والحرام، كل شيء يعرفك بالله، كل شيء يربطك بالله. وما جرأة الناس على الحرام في هذا الزمان وغيره من الأزمنة إلا بسبب هذا الفصل المنهجي السيء الذي حصل للمسلمين حينما قالوا هذه شريعة وهذه عقيدة. الكل شريعة وعقيدة، الكل تعريف بالله، لأن ما معنى الحلال والحرام؟ ما معنى الأحكام التكليفية؟ كون الشيء واجبا وكونه مندوبا وكونه مباحا وكونه حراما ومكروها، معنى هذا أن علامات، علامات تعرف بالله، علامات تعرفك بالله. كون الخمر حراما معناه أن الله جل وعلا يحرم عليك هذا، أي يقول لك هذه الطريق لن تصل بك لي أو إلي، أنت سائر إلى الله جل وعلا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحة، إلى التي تفيد الغاية، إلى ربك كدحة، فملاقيه أحببت أم كرهت، إما أن تلاقيه لقاء مودة وإما أن تلاقيه لقاء عداوة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالطريق إلى الله جل وعلا نصب لنا هو سبحانه، نصب لنا عليها علامات، هذه العلامات هي الحلال والحرام، هي الأحكام التكليفية. فلما نفصل بين الأحكام التكليفية والتعريف بالله؟ فحينما نفصل بينها وبين التعريف بالله نتجرأ عليها، كتجينا سهلة نتجرأ عليها. أما حينما تدرك بأن هذا المعنى المحرم سيزيغ بك عن الطريق التي توصلك إلى الله، وستصل إلى
إلى جهة خطيرة، إلى جهنم، إلى طريق إبليس، فإنك أنذ تدرك بأنك ستجني على نفسك. وحينما تدرك بأن هذا الواجب وهذا المندوب هو علامة تقول لك هذا الطريق الذي فعلا مستقيم، صراط مستقيم، وأقرب الطرق إلى 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 نتيجتها الطرق المستقيمة والخطوط المستقيمة. فهذا الطريق مستقيم، ليس فيه انعراجات، ليس فيه شروط، فهو يعرفك بالله جل وعلا. ولذلك حينما تقرأ القرآن في أي آية في أي صورة، ما تقولش هذه الصورة ما فيهاش تعريف بالله بزاف، هذه فيها القصص، هذه فيها التشريع، هذا حزب معمر بالأحكام، لا، ذلك حزب مليء بالحقائق الحكمية، نعم، ولكن حقائق لو تدبرت تعرفك بالله. اقرأ ما شئت من القرآن الكريم في حتى المجالات يعني اللي فيها دقة كأمور الإرث مثلا أو كأمور الطلاق والزواج، يعني حينما تقرأ يعني من قول من يعني من حزب واذكروا الله مثلا في سورة البقرة مليء بهذه الأحكام الأسرية كلها، تعرفك بالله جل وعلا من خلال هذه العلاقات الاجتماعية ومفهوم الرحم، كيف الله جل وعلا ينشئه، كيف ينميه، مفهوم الرحم الذي هو مفهوم رباني تعبدي طلب منا أن نتقيه كما نتقي الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الرحم تنشأ ليس من هذه اللحمة أو العضلة أو الغشاء الذي يحتوي الجنين فحسب، لا، هو معنى تعبدي، هو علاقات ترتبط، هذه أم وهذا أب وهذا ابن وهذا خال، خؤولة وعمومة وجدودة وفروع وأصول، يعني أسرة. هذا المفهوم الذي هو مفهوم تعبدي إيماني، نصل الأرحام فنعبد الله بصلة الأرحام، نصل الأرحام فنعبد الله بصلة الأرحام ونتقرب إليه بذلك، وربطت الرحم بالرحمن وبعرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تجد شيئا في القرآن لا يعرفك بالله جل وعلا. ولذلك إذا استطعت أن تركب هذا المركب من بداية القرآن إلى نهايته وأنت تتلو تبحث عن شيء جديد يعرفك بالله، فإنك ستكسب خيرا كثيرا، وبإذن الله جل وعلا يستنير قلبك بمعرفة الله جل وعلا. وهذا المعنى العظيم هو الذي أعطى قوة إيمانية لكثير من السلف الصالح والعلماء الربانيين عبر التاريخ وإلى يوم الناس هذا. الخير لا ينقطع في هذه الأمة ومن هذه الأمة إلى يوم القيامة.